نتمنى نحن انه يستمر وقف اطلاق النار، ونتمنى للشعب السوري يرتاح والمهجرين يرجعوا لبيوتهم. طبعا نتمنى من هذا، من كل قلبنا نتمنى، وما سمعنا شيء الحمد لله. اليوم الامور جيده، بس ولكن سمعت بحلب محافظتي، طبعا سمعت في عم يتم اطلاق النار، يعني ما واقف اطلاق النار. اما بدمشق الحمد لله مرتاحين نحن، هلا الوضع جيد. ندعي من الله انه لا يستمر، انه لا ما يستمر وقف النار، يستمر انه يتوقف ان شاء الله. كثير كانت ظاهرة، كثير يعني أنا اليوم كثير يعني وفقنا على الهدوء والاستقرار، يعني حتى بالشوارع أنا جيت من مكان إلى مكان أحس الناس وجوها مرتاحة ومتفائلة خير لسوريا.